طيب نكمل، أنا أشكركم. طيب خليني أنا أعطيكم تعريف للسعادة يا إخواني الأفاضل. مفهوم السعادة هي حالة ذهنية، حالة ذهنية أنت بتقدر توفرها لنفسك يا إخواني الأفاضل، طبعا بغض النظر عن المال، عن الجاه، عن السلطة، عن المنصب، عن أي شيء، هي حالة ذهنية فقط، شعورك أنه أنت إنسان سعيد. طيب خلينا أيضا أذكر في كتاب روني وير، ذكرت الكاتب أنه أغلب الراحلين يا جماعة اللي رحلوا عن هذه الدنيا كان للأسف ندمهم، ندم كلهم تشاركوا في هذا الندم. هذول يا جماعة إيش تكلموا وحكوا أنه عن مفهوم السعادة؟ أنت إيش لحظة بلحظة لا تكون أن تستشعر شكر الله على نعمه سواء لحقت أم لم ألحق لهذا. ممتاز جدا. هي يا نسيمة هي رحلة الاستمتاع بتحقيق الأهداف. يعني أنا لو وضعت أهداف وماشي في الطريق لازم أستمتع بكل لحظة أنا أنجز بها، وخلي بالك يعني التاسكات الصغيرة لازم أنا أستمتع إني أنا مثلا كتبت مقالة، أستمتع إني سمعت فيديو، أستمتع إني قرأت مقالة واستفدت منها، أستمتع إني غيرت في ناس، وهكذا كل لحظة خليها استمتاع. طيب نرجع لمفهوم السعادة، وبرونيور إيش تكلمت قالت؟ قالت يا جماعة إنه أغلب الراحلين اتفقوا على إنه السعادة كان بإمكانك إنه تحققها بأبسط الوسائل جدا جدا، وتستغني عن الحاجات المرتبطة بالغنى، إنه أنت تكون ثري عشان تكون سعيد، يكون عندك جاه، سلطة، مال كثير. هذه يا جماعة أثبتت طبعا فشلها، هذه الأشياء التقليدية، الأفكار التقليدية اللي احنا مرتبطين فيها إنه السعادة تتحقق من هذه الأشياء، هي أثبتت فشلها عند مين؟ عند لحظة الموت يا جماعة، عند لحظة الموت هذه كلها المعتقدات والأفكار التقليدية أثبتت فشلها يا جماعة. ليش؟ كلهم يعني راحوا ندموا على انهم بس لما اغنى، لما يصير معايا مال، لما انا اصير وزير، لما انا مثلا اخذ الماجستير، لما انا اتزوج هذه المرأة، و الى اخره. يا جماعة كلهم ربطوا سعادتهم واجلوها الى يعني حدوث او تحقيق الاهداف. للاسف كلهم هؤلاء يا جماعة للاسف لم يسعدوا في حياتهم. عشان هيك بقول لك انا خليك سعيد باللحظة، اللحظة اللي انت فيها خليك سعيد فيها. طيب خلينا ايضا نقول كيف، يعني في شغله مهمه جدا انه الجانب الروحي يا جماعه مهم جدا في تحقيق السعاده لإلي. اتفقنا على ايش؟ على تعريف مفهوم السعاده. خلينا احكي لك انه الجانب الروحي مهم جدا لاستقرار نفسيتك وان انت تكون سعيد. طب من وسيلتين يا جماعه مهمين جدا، اني انا اعزز علاقتي بالله عز وجل. قديش انت بتعزز يا جماعه علاقتك بالله عز وجل، قديش انت بتصبح راضي وسعيد. خلي دائما قلبك وعقلك مرتبطين بالله عز وجل. ومفهوم التعلق هذا مفهوم كبير يا جماعه، يعني هنتكلم فيه ان شاء الله يعني فيما بعد في محاضرات ثانيه. انه ما تعلق يا جماعه يعني شخصك او عقلك او فكرك بشيء معين زائل، خلوا بالكم. الاشياء الزائله يا جماعه، الأشياء الزائلة ما تعلق قلبك وعقلك بها لأنها حتزول. إذا علق قلبك بالله عز وجل إخواني الأفاضل. تمام؟ لازم يبقى حكينا تعزز العلاقة بالله من حيث يا جماعة، وهذه طبعا مرتبطة بدفة الصباح اللي حنتكلم عنها. طب شو هدول الاثنين الكوليكشن؟ إنه أنت لازم يكون عندك يوميا، يوميا يا جماعة، إنه أنت دفة صباح تمارس فيها قرآن، شوية قرآن، أذكار الصباح وأذكار المساء يا جماعة. أيضا لازم إنه أنت كمان تمارس بعض الدعاء، تدعي ربنا، تفتح قلبك لله عز وجل، يعني تشكو له الهموم وتبث الأفكار والأحلام والأهداف، تدعو من الله إنه يعينك. هذه الأشياء يا جماعة هذه صدقوني بتريح النفس، يعني تجعل النفس يعني مستقرة، انه انت تدي ربنا. وايضا انه انت ايضا يعني تحرص على الصلوات طبعا، الشعائر الدينيه، وايضا في مديتيشن، التنفس العميق، وانه انت دائما يعني تتخيل لو 5 دقائق يا جماعه نفسك يعني وين حتصير، اهدافك تفكر فيها. طبعا هذا من المديتيشن والتنفس العميق، وايضا ممارسه الرياضه. هذه دفه الصباح اللي انا بقصد فيها، ودائما احنا بنشارك بنذكر فيها على جروباتنا يا جماعه، عشان هيك مهم جدا انكم تكونوا مشتركين معنا في الجروبات. تمام؟ طيب خلينا يبقى حكينا انه اعزز علاقتي بالله عز وجل ودفة الصباح. نمشي بعد هيك اخواننا الافاضل، كيف السؤال هذا مطروح عليكم يا اخواننا الافاضل، بدي تفاعل لو سمحتوا. كيف توجد الحاله الذهنيه الخاصه بك؟ لو انا حكيت لك كل سعاده مرتبطه بحاله ذهنيه،
الآن لو كل شخص، أكيد كل شخص يعني يا جماعة في عنده حالة ذهنية أو شيء بيسعده، شو الشيء اللي بيسعدك؟ هل هذا المنظر بيسعدك؟ ممكن لو أنت جلست أمام هذا المنظر هو بيكون سبب للسعادة، مثلا الغروب، وقت الغروب. يعني أنا يعني شخص مغرم مثلا بوقت غروب أو وقت يعني غروب الشمس والبحر، هذا بسبب نوع من السعادة. مين يعني، خليني يعني أذكر لي حالة ذهنية أنت بتكون سعيد فيها. طبعا حالة ذهنية يعني لا تشترط المال أو الجاه أو المنصب، بدي حالة ذهنية بسيطة جدا. تفضل يا أحمد، أحمد معنا، تفضل. لما تكون الدنيا مطر، حلو يا فرح، شعور جميل. أتفضل اللي بده يشارك معنا يا جماعة. طيب يصير اشارك؟ تفضل تفضل استاذ احمد، تفضل. انا الصراحه اذا اسوي رياضه الصبح مثلا او اقرا كتب، جميل، اشوف فيديوهات على اليوتيوب، معلومات جديده اتعلمها، هاي اكثر شيء. رائع رائع، جميل جدا، ممتاز ممتاز. طيب يا أيمن، تفضل تفضل يا أيمن، تفضل يا أيمن، ما هي الحالة التي تسعدك وتشعرك بالسعادة؟ أيمن تفضل، يا أعمل أعمل أنميوت يا أيمن، أو يعني ما تكتم الصوت عندك عشان تقدر تشارك. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أيمن. أخي، ممكن أخرج قليلا عن الموضوع، أتكلم في موضوع آخر بس دقيقتين. بس خليها يعني أقل من دقيقتين، لأنه الوقت يداهمنا، يعني الوقت يعني وقت المحاضرة. أوكي، حسنا حسنا. أخي أنا من الجزائر، عمري 17 سنة، أهلا وسهلا. وأهتم بموضوع البيزنس وتطوير الذات. أهلا وسهلا. كونت مؤخرا مع زوج أصدقائي فريق من أجل فكرة، حبينا يعني نصنع سيارة جزائرية 100%. أوكي، بس جتنا عوائق، يعني ما عرفناش كيف نجيبوا رأس المال. طيب أنا هذه النقطة حتكلم عنها يا أستاذ أيمن، خليك معي بس في آخر المحاضرة، هذه النقطة أنا موجودة مع الفكرة، لا تقلق، حجاوبك على هذا السؤال. تمام؟ اوكي، حسنا، أوكي، تمام يا أحمد، تمام يا شكرا أيمن، شكرا جزيلا، شكرا شكرا لسؤالك جزيلا، وحجاوب على هذا السؤال إن شاء الله في أثناء المحاضرة. طبعا كوبيتر، شكرا. حياك الله. طيب خلينا أكمل يا جماعة بشكل سريع. الآن زي ما انتم شايفين اللحظة هاي مثلا وقت الغروب، ممكن مثلا منظر أنا أجلس فيه يا جماعة وأشعر بكامل السعادة وبوفرة وبروعة وجمال. أيضا وقت مثلا إني الدعاء إلى الله عز وجل، هذا يعني يشعرني بنوع من السعادة. أوكي، أيضا مكان الذكريات، زي ما انتم شايفين انه الانسان لما يتذكر نفسه وهو طفل صغير يا جماعه ايضا يشعر بنوع من السعاده. ويمكن يصير معكم انه انت لما تتذكر نفسك لما تكون يعني طفل صغير او ذكريات الشباب ممكن تشعر بنوع من السعاده، وهذا اكيد يعني يعني يراودكم. علاقات واصدقاء قديمه يا جماعه، هذه شيء رائع، تقنيه رائعه جدا، انه انا لما بحب اشعر بنوع السعاده اتذكر علاقاتي القديمه، او ممكن ارن على واحد، يعني امسك الجوال يا جماعه تمام وارن على مين، صديق من اصدقائي القدامى ايام الجامعه او ايام المدرسه، فبيشعرني بنوع من الغبطه والسعاده. يعني خليني احكي، العائله ايضا، العائله هي الكنز الحقيقي الذي لا يفنى. مع عائلتك ايضا لما تكون انت مع العائله بدفء وروح وروعه، هذه يا جماعه اكبر سعاده، من اكبر يعني مسببات السعاده. طيب اذا أنا ذكرت لكم يا جماعة زي ما انتم شايفين كل سلايد هذه أشياء لا تكلفنا شيء، أشياء
لا تكلفنا شيء. والله يا جماعة هاي بتسبب لك يعني شعور بسيط من السعادة والروعة، لا تحتاج إلى مال أو ثراء أو غنى أو يعني سلطة أو منصب أو جاه، كلها أشياء بسيطة، تكنيكس بسيط بتسبب لك السعادة. طبعا زي ما حكينا انه الاخوه ذكروا لنا بعض المواقف اللي تشعر بنوع من السعاده، بنحييهم على مشاركتهم. خليني امشي. يقول احد علماء السلف اخواننا الفاضل، لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدونا عليها بالسيوف. طبعا هنا ماذا يقصد يا جماعه؟ انه هو القرب من الله ولذه الايمان والطمانينه والسكينه، يعني اللي هي تنتاب هذا الرجل. ليش؟ لأنه هو يعني يستمتع بالقرب من الله عز وجل ويأمن ويسكن، نتيجة أنه هو يعني دائما قريب من الله عز وجل. فهذه هي الروعة لهذا الرجل. طيب خلينا نيجي يا جماعة للنقطة الثانية، الاهتمام بالجانب العقلي والجسدي. أي خلينا أحكي لك الجانب الجسدي، ما هي الأشياء اللي أنا مثلا يعني بدي أهتم فيها عشان أنا يعني يكون عندي الجسم رائع وجسم مرتب هيك. يعني لازم يا جماعة نقطة أهتم في غذائي الصحي، إني أكل أكل صحي قدر الإمكان. خلينا أقول لك يعني مش شرط إنه أنت تكون كل الطعام صحي يا جماعة، لأنه هذه صعبة شوية. يعني خلينا نقول أقول لك ممكن 70 60% من أكلك يكون صحي، يعني حاول وجاهد نفسك واسعى. تمام، احنا قلنا هي يعني احنا الدنيا هي السعي، يعني نحاول انه دائما عيني على الهدف وانا استمتع في رحلة، مين في رحلة يعني تحقيق الهدف. فخلي يعني دائما يعني بنسب معينة انجازاتك. الرياضة خصص لو 10 دقائق ربع ساعة يا جماعة من الرياضة، النوم المبكر، الصحة. طبعا انا بعطي امثلة يا جماعة كيف انا اعتني بجسدي، هذه بعض الاشياء يعني البسيطة. في اشياء كثيرة لكن احنا لا يتسع الوقت اني اتكلم عنها. الجانب العقلي، خلي يا جماعة عندك جانب يعني من تطوير العقلية الخاصة بك. هذه يا جماعة هي النعمة التي وهبنا الله، هذه نعمة يا جماعة حوالي تقريبا يعني في اختلافات كثيرة في أعداد الخلايا، لكن أنا أذكر تقريبا الرقم من 12 إلى 17 بليون خلية في هذا العقل. تستطيع أن تستوعب معلومات، كم من المعلومات الهائلة والضخمة اللي هذه الخلايا بتستقبلها. عشان هيك لازم أنمي هذه العقلية يا جماعة وهذه الخلايا ودائما أغذيها. طيب كيف أنا ممكن حاجات أنمي فيها هذه العقلية يا جماعة؟ أول شيء لازم يكون عندك تركيز عالي ومتواصل والعمل العميق، هذه مهمة جدا يا جماعة. إنه دائما حاول إنه أنت دائما تعطي عقلك هذا يركز في المهمة. يعني لو أنت في مهمة واحدة، وفي عندنا طبعا المهمة الواحدة، لو في عندي مهمة يا جماعة ركز فيها، خلي عندك نوع من التركيز والصفاء الذهني. وخليني أقول لك يا جماعة المديتيشن تقنية رائعة إنه تعطي لعقليتك إنه يركز بشكل جيد ورائع. المديتيشن، مارسوا المديتيشن يا جماعة بكثرة، لو في اليوم 10 دقائق هذا بيساعدك على إنه يكون عندك عقل صافي ومتفتح ويركز بشكل رائع. تمام، التأمل، طبعا التأمل، التأمل شيء رائع روعة يا سلوى. طيب يا جماعة اللي عنده سؤال ممكن يسألنا يعني. تمام، أيضا الإبداع، الإبداع يا جماعة شيء رائع للعقلية. الإبداع أينما وجد الإبداع وجدت يعني العقلية الرائعة، وجدت روعة التفكير. هذه يا جماعة مهمة جدا والله موضوع الإبداع. والإبداع خليني أحكي لك مهارة، مهارة تكتسب. تعلم مهارة الإبداع، في هناك يا جماعة خطوات وفي تقنيات لأنه أنت تطور من العقلية الإبداعية. حاولوا يعني تراجعوا بعد هيك، يعني ممكن احنا نعمل حتى فيديو عن هذا الموضوع أكثر. العزلة والخلوة، هذه يا جماعة لازم تعزل نفسك عن الناس. لازم يكون عندك يعني على الأقل، على الأقل في الشهر يا جماعة يوم واحد إنه أنت يعني نفسك، جسمك، عقلك يعني تنعزل به عن الناس على الأقل 24 ساعة يا جماعة في الشهر. حاول أنت تبتعد عن التكنولوجيا، عن العالم، عن المحيط بك، حتى عن أسرتك. أنت لوحدك فقط في مكان معزول. وفكر دائما، فكر، اقرا، يعني خلي في الخلوه او في العزله. هذه لها شروط يا جماعه، يكون مثلا معك شويه كتب، يكون معك يعني بعض الاشياء يعني البسيطه، ما يكون معك جوالك طبعا، السوشيال ميديا جوالك ابتعد عنه، الاشياء اللي ممكن يعني تلهيك مثلا اسرتك. يعني خلينا نقول لك يعني مكان في البحر، اعزل نفسك في مكان في البحر. مصطفى الخياط تاخرت علينا يا مصطفى الخياط، يعني المحاضره احنا في المنتصف. المعرفة والقراءة، تمام يا جماعة. إذا قلنا الخلوة لها شروط، 24 ساعة لازم
يوم واحد في الشهر تنعزل عن أسرتك، عن الجوالات، عن الكمبيوتر، عن عملك، وتمارس الخلوة وروعة هذه الخلوة يا جماعة. والله أنا الخلوة هذه أنا يعني طلعت معي بقرارات رائعة رائعة. حاول إنه أنت يعني تكون في خلوة يا جماعة، لازم أنت تعزل نفسك عن العالم، روعة روعة. طيب بعديك يا جماعة المعرفة والقراءة. المعرفة والقراءة هذه يا جماعة هي سبب لنمو عقلك. يعني هناك من يقول في صوت مصطفى يعني اعمل انميوت. اسلام معنا؟ اسلام انا حضيفك يا اسلام ك ميك هوست. يس اسلام رجاء يعني كوني معنا تمام في طيب احمد منصف يعني ريز هاند. احمد منصف تفضل. أحمد منصف يعني أحب تشارك بشيء؟ أحمد طيب خليني أحمد يعني أحمد يمكن لم يسمعني. خلينا أكمل يا جماعة. إذا حكينا العزلة والخلوة، المعرفة والقراءة. القراءة يا جماعة مهمة جدا. يقول سومرست إنه خير ملاذ آمن هو القراءة. خير ملاذ آمن. القراءة يا جماعة بتفتحك، القراءة بتعطيك أفكار جديدة، القراءة هي بتطور عقليتك، القراءة هي يعني عشق، هي عشق وغرام يا جماعة. وحاول تمارس القراءة لما تكون أنت في أوقات رائعة تمام. يعني الوقت يداهمني أنا بشكل كبير. الأفكار لازم، حكينا الأفكار تكون إيجابية، أصدقائك إيجابيين، الميتمز إيجابي، أنتوا أيضا، أنتوا يعني أنا إن شاء الله بخاطبكم أكيد أنتوا ناس إيجابيين كلكم جميعا يا جماعة. لازم تعطوني افكار ايجابيه، لازم تغذونا دائما بافكاركم الايجابيه الرائعه تمام. هذه مهمه جدا. استقبل يعني خلي بالك من المحيط. ايضا المهمه الواحده يا جماعه، ركز في مهمه واحده في شغلك، في عملك، في حياتك، في اي شيء انت بتمارسه. ممنوع تمارس اكثر من مهمه واحده، وركز بهذه المهمه، سوف تجد الانتاجيه الرائعه وسوف تجد